موسم الصيف مكمل معنا والمناسبات السعيدة أكيد لسه موجودة، كل الصبايا عم تحتفل بهذا الفصل اللي نحن فيه بالأعراس. بدنا نبلش اليوم نشوف من الفساتين الموجودة عنا، من فساتين برونوفياس. رح نبلش أول شيء نشوف القصات اللي بتناسب كل جسم. منبلش أول شيء معنا بهذا الفستان، فيه أكثر من نوع دانتيل، قصته برنسس كات اللي هو بنزل A line. خلينا نقول هذا الفستان ممكن يكون مناسب لأكثر من شكل جسم. الصبية أحلى إذا بيكون خصرها صغير، إذا الخصر عنا منطقة الخصر عريضة كمان ما في مشكلة لأنه الفستان بنزل A line فما رح يبين المناطق الغير مرغوب فيها. تفاصيل الفستان كتير حلوة لأنه مبين عنا هون القماش المستعمل، في عنا التل وبنرجع بنشوف تحتي الشك. إذا بتقدر الكاميرا شوي تخلينا نشوف التفاصيل كتير مهمة بهذا الفستان. الإشي الحلو فيه إنه مركب عنده ريبن، هلأ ريبنز كتير موضة عن منطقة الخصر، أكثر من ديزاينر عم بيستعمله بس أكيد كل مصمم بالتاتش الخاصة فيه. كمان عنا إشي كتير حلو إنه الصدر من هون موجود، خلينا نقول زي قصة السترابلس، بس كمان مسكر من عنا من فوق. الدانتيل بنزل فيه على الجسم، الدانتيل كتير دارج بالصيف بناسب أكثر من عمر، وهو بيعطي الإحساس الرومانسي لأي صبية بتكون بدها تتميز بهذا اليوم. بنشوف هون الفستان الثاني تفاصيله كتير متميزة وكبيرة. الصبية لازم تلبس هيك فستان، لازم تكون شخصيتها كتير واضحة، عارفة إيش الشكل اللي رح تتميز فيه وعرسها. تفاصيله كتير حلوة لأنه الوردات اللي عندنا كبيرة، وهي تصاميم من أحدث تصاميم المصممين العالميين. منطقة الخصر من فوق هي كتير منطقة حلوة لأنه الصبية لازم تكون متمتعة بخصر صغير. اللوك من عندنا من تحت A line كتير نافش. البلت عندنا بالقام بتركب ومنحط. الخطوط الدرابيهات الموجودة عندنا بالمنطقة الفوقانية هي خطوط عرضية، فأكيد الصبية لازم تكون متأكدة إنه منطقتها الفوقانية كتير نحيفة عشان تتميز فيه وتبين الموديل اللي بدها إياه يكون موجود من تحت. عندنا هون موديل الفيل كتير سيمبل أكيد عشان الوردات تضل مبينة ويضل الموديل مركز على المنطقة التحتانية. تصاميم برونوفياس تصاميم كتير ناعمة، بدخل فيها دائما الدانتيل. بهذا الفستان عم نشوف أكثر من نوع دانتيل. الدانتيل الأول ببلش معنا الناعم مع التل الخفيف، بعدين بصير بتدرج عنا للكبير، فيه شك كتير خفيف لونه لولي فاتح. مننزل بعديها لتحت لنشوف الدانتيل الموجود على الطرف، هو شكله أو رسمته خلينا نقول مختلفة. النقشات اللي موجودة بهذا الفستان كتير حلو. الصبية لازم تلبس هذا الفستان لازم تراعي انه يكون عندها منطقة الخصر مع منطقة الورك يكون فيها تناسب. عندنا شبرة ستان كتير حلوة وناعمة بتميز هذا الفستان. كتير لازم تراعي انه منطقة الرقبة تكون عندها طويلة كمان عشان هذا الفستان لانه فيه طبقتين ممكن يقصر. كمان عندنا هون الفيل بنشوفه كتير ناعم، تفاصيله كتير حلوة ودقيقة كمان ليكمل موديل الفستان. معنا هون فستان من تصاميم مانويل موتا. الفستان كتير خفيف وحلو، خلينا نقول فيه وان شولدر إذا عم نقدر نشوف تفاصيله، كأنهم قطع تل من الورد. الشكل اللي عليه كتير خفيف، فيه أكتر من نوع من الشك. الحلو اللي فيه إنه هو جاي وان شولدر فما بياخد كتير من قصة المدى. هذا الفستان بناسب الصبية إذا كانت مليانة من المنطقة الفوقانية ونحيفة من المنطقة التحتانية. كمان التفاصيل هون موجودة كتير على الخصر الحلو لأنه الخصر واطي، هذا إشي كتير منيح. وعندنا هون المنطقة الفوقانية شوي خلينا نقول فيها أوفر سايز أو واسعة شوي، فإذا كانت الصبية مليانة من منطقة الخصر هذا الشيء بغطي. الفأسات عندنا من تحت كتير حلوة لأنها بتعطي قصة أكتر للفستان وبتخليه يبين شوي أطول، بتعطي للصبية طول أكتر يعني. المدى من ورا كتير حلو ولبقنا له اليوم كمان معانا فيل كتير خفيف فيه نفس الشكل الموجود على الفستان.
تصاميم روزا كلارا بتتميز دائما بالبساطه والاناقه. عندنا هذا الفستان بلشنا نشوفه هون، الدانتيل موجود بالفيل كتير حلو وهو شغل ايد اكيد، عم نشوفه باكثر من الفساتين اللي عرضناها لليوم. الدانتيل دارج دائما كل الصبايا بتحبه، بيعطي انطباع انثوي وناعم. عندنا هون كمان الفستان في تفاصيل من الدانتيل على منطقه الصدر، واكيد الدانتيل كمان بيكون حلو لما بيكون جاي على الجسم على المنطقه شفافه يعني. تكمله الفستان هو في ماش الاورغانزا، ماش الاورغانزا ماش كثير حلو واقف وفيه طعجات من الفستان منه. فيه هلا هذا الفستان كثير حلو، بتميز انه اي صبيه بتقدر تلبسه حتى لو عندها مثلا منطقه الورك اعرض من منطقه الخصر. الفستان قصته اي لاين او الايفازي خلينا نقول، بغطي المناطق الغير مرغوب فيها. كمان عندنا تفاصيل ربطة الخصر دائما عم نشوفها بأكثر من فستان، خصوصا إذا كانت القصة ضيقة من فوق وواسعة من تحت. هذا الإشي كتير بسيط وحلو. هذا الفستان بتميز إنه ما فيه أي نوع من أنواع الشك، بس القصة تبعته هي الإشي المميز. أجمل تصاميم روزا كلارا معنا هذا الفستان، كمان عم نشوفه فيه شغل كتير من الشك، فيه قماش أورغانزا مستعمل. شكل السبعة تبع قصة الجسم هي بتعطي نحف وطول للصبية، أبتو من فوق سويت هارت كمان بتعطي مدى للمنطقة الفوقانية. إشي كتير حلو إنه مستعمل فيه الكلوش أو اللي هي القصة السبانيش، مستعمل فيه بطريقة مايلة. منشوف عنا الأورغانزا، منشوف البليسي ومنشوف الشك داخل بكل تفاصيل الفستان. استعملنا معاه كمان فيل أكيد مشكوك تقيل ليناسب هذا الستايل اللي نحن فيه. هاي كانت من أجمل التصاميم اللي موجودة معنا لليوم. أنا أكيد بشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وتصاميم جديدة.